هذا سي صابر مول الحانوت وراه مسكين صابر. عرفتوا علاش؟ شحال هادي ملي كان يلاه فتح كان فرحان بالحانوت ديالو، حيت كامل الناس الحومة كيتسخروا منه. دابا قليل اللي كيجي عنده. هادي فاطمة كتجيب لسي صابر شي حليوات ما عدلهم في التعاونية يا ونسا. دابا قال لا ما تبقاش تجيبهم لي، تا واحد ما كيشريهم مني. هذا محمد عنده مقاولة صغيرة، كيعدل المواد التنظيف الخيا والصابون صابون دقشوع، خدامين معاه بزاف من الشباب د الحومة. تا هو قال له سي صابر ما تبقاش تجيب لي السلعة ديالك، الناس كتبغي ماركة ضع على برا. هذا غير مثال صغير على بزاف د المقاولات اللي كتفشل، حيت حنا كمستهلكين كنفضلوا الماركات المستوردة وما كنشجعوش المنتوجات المحلية ديالنا. حاليا العالم كيعيش أزمة خانقة ديال جائحة كورونا، والجهة ديالنا جهة طنجة صوان الحسيمة اللي الساكنة ديالها كتوصل لأكثر من 3.5 مليون، وفيها ما يناهز 200,000 مقاولة، حتى هي تأثرت بشكل كبير بكورونا، بحيث توقفوا عدة معامل وشدوا بزاف د المحلات بنسبة كتوصل 57%، والباقي حتى هو مهدد بالإفلاس. الخبراء اليوم كيأكدوا باللي الفترة المقبلة ما غتكونش سهلة، حيت غادي تعرف تراجع في الاستثمارات الأجنبية والنقص في التحويلات ديال المغاربة الخارج وتراجع الطلب الدولي على المنتوجات المغربية. وباش ما يطيحش اقتصادنا وندخلوا في أزمة حقيقية، وحيت حنا كمغاربة كنبغيو بلادنا، خاصنا نساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني ونستهلكوا المنتوجات المغربية. عرفتي علاش؟ اولا ملي كنشري منتوج بلادي كنشجع على فتح مقاولات وبناء اقتصاد وطني حقيقي، وكيف ما لاحظنا الحمد لله المقاولات المغربيه نجحت في تلبيه طلبات السوق الوطنيه في الفتره الاخيره. ثانيا ملي كنشري منتوج بلادي كنساهم في خلق فرص شغل لولاد بلادي. ثالثا ملي كنشري منتوج بلادي كنساهم في تطوير الصناعات والمنتوجات الوطنيه اللي الحمد لله اليوم العديد منها حاصله على شواهد عاليه في الجوده. رابعا ملي كنشري منتوج بلادي كنعاون على تخفيف من العجز ديال الميزان التجاري، حيت ملي كنشري منتوج مستورد نتينا كتخلص عليه بالدرهم، لكن الدوله باش تجيبو لك كتشريه بالعمله الصعبه. اذا باش نفوتوا هذه المحنه الصعبه ونرجعوا كيف ما كنا وحسن ان شاء الله، خاصنا نرجعوا الثقه في المقاوله الوطنيه باش تنوض من جديد وتساهم في التنميه وخلق فرص الشغل، وهيدا غادي تربح بلادنا ونربحوا كاملين. نشري منتوج بلادي نحمي بلادي ومستقبل ولادي.